يواصل جيش دفاع الإسرائيلي شن سلسلة غارات على قطاع غزة رداً على الاعتداءات الصاروخية المستمرة من داخل القطاع باتجاه البلدات الإسرائيلية والمتمثلة بمئات القذائف الصاروخية التي تسدت لمعظمها منظومة القبة الحديدية، فيما سقط ثلثها داخل القطاع متسبباً بإصابات في صفوف المدنيين الغزويين الذين يتم استخدامهم كدروع بشرية من قبل حماس التي تزرع الصواريخ بين بيوتهم. فخلال الـ24 ساعة الأخيرة استهدف السلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 130 هدفا تابعا للمنظمات الإرهابية في القطاع، طالت مواقع الإنتاج لوسائل قتالية وتخزينها تابعة لحماس والجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى مجمعات عسكرية من بينها على سبيل المثال مبنى الاستخبارات العسكرية تابعة لحماس. لسنا غافلين عن اعتداءات الإرهاب، فمن هنا يتم استهداف نحو 20 ناشطا إرهابيا حمساويا، بالإضافة إلى نفقين هجوميين محاذيين للسياج الأمني وخالية مطلقي صواريخ مضادة للدروع تم متابعتها واستهدافها قبل تنفيذها العملية. حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه، وستتحمل تداعيات اعتداءاتها ضد سيادة إسرائيل ومواطنيها.